بري مين بقى السبب؟ انا احنا ما هو انا بسالك سؤال يا معلم مستشار، بسالك سؤال جاوب. اتفضل. انا ما هو الا انا جاي مدير فني على المستوى. ثانيه واحده، واحنا اللي طلبنا، واحنا اللي طلبنا جماهير. لا احنا اللي طلبنا المدير الفني. انت لا، ثانيه واحده. تمام. اقول لك عملتوا ايه؟ انت جمهور حقيقي ولا من؟ لا ده انا، ده انا من تعالى هنا قدام، تعالى هنا جنب. انا بسالك سؤال. تعالى هنا عشان انا محامي برضه يعني. طيب. انا خليك جنبه بقى علشان الكاميرات تجيب. انا بسالك سؤال. لف ثاني واحده بقى. هو جاي لي بقى كويس. اتفضل. تمام. مين اللي قاعد فريرا فريرا فريرا؟ احنا اللي قلنا فريرا من قلب المدرجات. تمام. يجي. تمام. مين اللي قال ان الراجل ده خرف يمشي؟ انتوا. مين لما جه اسامه نبيه والراجل قاعد خلاص اول ما سمع نبيه نزل الماتش وان تو رجعوا لنا فريرا وانتوا ناسيين؟ ثانيه واحده. مين اللي ما اسمع اتفضل. مين اللي مشى محمود علاء وقعد يهتف ضده ويشتمه؟ انتوا. مات مشي. مين اللي مشى اوباما؟ انتم. خلاص ما اعرفش ده كجمهور. ثانيه واحده، خلينا بقى بصراحه. تمام. خلاص احنا بنخاف على الزمالك، احنا اهلاويه بنخاف على الزمالك برضه. ثانيه واحده بيه. انتوا اللي بتعملوا كل ده، لكن الجمهور الحقيقي لا عارف ايه اللي بيحصل. دي فئة معينة. أنا بقول لك عايزين فريرة، عايزين فريرة. جبنا لا ده خرف. تمام. اتشتم الراجل وبعدين عملنا صور بإعلام ليه. خلاص أول ماتشين اتغلب فيهم مشي فريرة، يغور فريرة، ده راجل مجنون. مشينا فريرة، جبنا أسامة نبيه. أول ماتش اللي هو كسبه أسامة نبيه فيوتشر عملتوا إيه؟ خلاص وان تو ورجعوا لنا فريرة. لا حرام 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 حرام. احنا بنتكلم على الزرع والحصاد يا بيه. حرام. ماشي يا معلم. مش انا بقالي سنه، انت مش فاهم حاجه، انت محامي. اه والله محامي. طب انا بقى طب يا ماشي، انا بقالي دلوقتي سنه خدت دوري وكاس، مالكش كلام عندي. يلا خالص ما اسمعكش. انت كنت اسمع بس، جاي الواخد 14. اسمع بقى، الواخد 14 بطوله باربع سنين جاي تتكلم معاه. كلنا ندهنا باسمك يا معلم. مش عايز تقول لي اسمك يا باعي. انا باسمك ووقفنا ضد الكل عشان خاطر يا ابني. انا مش مدير فني للكوره، افهم بقى. انت شايف الكلام اللي بيقوله؟ لا كلام واحد. بص يا بيه، ده عيل مسوق. شكرا. يلا انت مش جمهور طبعا. انا مش جمهور. لا مش جمهور والله. يا معلم ثانيه واحده، حد يديني حته. انت مش جمهور. انت لو جمهور محترم. تمام. لما واحد بقى له سنه يجيب دوري وكاس ونادانا باسمك يا معلم مستشار وكنا درعي وسيب لي معاليك يا عم. مش عايز درعي وسيب يا عم. اقول لك حاجه، انت جاي النهارده المحكمه عشان عندي جلسه. يعني مش جاي عشان اضيف لك سلامه. لما اتحجز اتعمل على النادي. ما جيتش ليه؟ عشان انت مالكش علاقه بالزمالك. يلا بينا يا جماعه. اتفضل يا مستر. كمل يا معلم. المره الجايه لسه مكملين. سيبه بس، سيبه بالراحه. مش محتاج. احنا مش بنتخانق يا كابتن. الكاميرات كلها بتصور. بس خلاص اتفضل يا معلم مستر. انا بسالك سؤال، انت جاي المحكمه ليه؟ عشان شغل. يبقى مش عشان النادي. لا ما هو لا لا اله الا الله. انا بسافر، انا سافرت ورا النادي للجونه يا معلم. ماشي انا مالي ومالي الجونه. سافر معاليك وفرتها لنا. هو تمام. طب احنا احنا مع معاليك. هتموت تعمل ترند. فين الترند؟ انا بتكلم عليك. انا مش واخد الفرصه اتكلم. سيبه يتكلم. طيب سيبه يتكلم. ايه يا ابني؟ عايز انا بقى عايز اسالك سؤال ومش عارف اساله. حضرتك من اهو. انا يا ابني انا مش مدير فني. يبقى انا بعيدا عن الاداره الفنيه. اتفضل. من اختصاص معاليك. اتفضل. اسمعوا يا معلم الشرطه. حضرتك قلت ان معاليك زرع وغيرك حصاد. ماشي. النهارده لا في زرعه ولا في حصاد. يا ابني بطوله الدوري وكاس اللي خدناه مين اللي خدهم؟ ده السنه اللي فاتت. يا ابني احنا بنتكلم في افريقيا اللي غايبه عنا. بنتذل من الاهلاويه بقى لنا 20 سنه. بقى لنا 20 سنه. انا لسه يا ابني. ما هو انا 2005 اتحليت، 2020 اتحليت. انت جاي كده كل يوم بقعد سنتين ثلاثة بتحل ونقف في ضهري معاليك لما بنلاقي الحل جاي ضد النادي. صح. انت نفسك تبقى ترند. انا عمري ما عايز اكون ترند على حساب النادي. اولع انا واولع اي حد من جمهور الزمالك. سؤال ثاني قدام الناس. انت جاي المحكمه ليه؟ شغله. شغلك. لا لا جاي شغل. حضرت معانا القضيه؟ لا ما حضرتش. ما اسمعكش خلاص. يلا جعجعه. هو نفسه هيموت جعجعه. اه عيل مسوق. انت عيل مسوق. خلاص يلا. لا 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 مش خلاص. لا لا ما تجيش كده حياتك. بقول لك ايه يا عم؟ بقول لك ايه؟ انا الجمهور اللي خلاص بعد اذنكم. بعد اذنكم بالراحه. بس تعالى. انا محامي. قبل ما اكون جمهور انا محامي. انت مالك؟ انت مالك؟ ما نقفش قاعد بتكلمني. انت جاي لي اصلا؟ يلا من هنا. يلا. انا عمري ما بقول لك ايه. طيب خلاص كده تمام. طيب خلينا نكمل مع حضرتك. لا
خلاص خلاص بعد اذنكم بعد اذنكم بالراحه بعد اذنكم بس تعالى انت محامي قبل ما اكون جمهور انا محامي انت مالك انت مالك انا اسحبك انت جاي لي اصلا يلا من هنا يلا بقول لك ايه خلاص كده يا حمام طيب خلينا نكمل مع حضرتك سياده المستشار سياده المستشار كمل معانا النادي بيحتضن فرقتنا بتحتضن فين الصفقات يا معلم فين الصفقات فين الصفقات اللعيبه كلها ضربه هو لعيبه كلها ضربه لا لا لعيبه كلها ضربه لا لا لعيبه كلها ضربه خلاص يا سياده المستشار سياده المستشار خلاص خلاص والله تعليق حضرتك على كلامه ده جاي يعمل ترند انت يا ابني يقول لك الصفقات كلها بايظه تمام والنهارده كان في المحكمه اهو كان عنده قضيه حضر معانا لا القضيه بتاعته جاي شغله اه جاي شغله واخد بالك ولا جاي شغله ولا بتاعه جاي عشان يستفزني هو في النهايه ما قالش حاجه مفيده حضرتك عايز تسال سيبك من حكم اصلا يا باشا هو جاي يعمل ترند هو جاي كده